للمشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب فضائيات نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين بصلواتنا للعلي القدير بأن يديم الأمن والأمانة على بلدنا الحبيب، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يجعل السنة الجديدة سنة خير وبركة على الجميع. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو المؤمنين إلى الاحتفال بعيد الميلاد بتواضع. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يعلن إلغاء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في المملكة. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يطلق احتفالات القدس بعيد الميلاد المجيد. وفيها أيضا دور المرأة في قصة الميلاد، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. دعا قداسة البابا فرانسيس في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين إلى الادخار في نفقات الاحتفال بعيد الميلاد لإرسال ما يتم توفيره إلى الشعب الأوكراني المتألم. ووجه قداسته في تعليمه الأسبوعي بضرورة المثابرة على الصلاة من أجل أخواتنا وإخوتنا المتألمين في أوكرانيا جراء الحرب المستمرة في بلادهم، مضيفاً أنه يريد لفت الأنظار إلى الاحتفال بعيد الميلاد من خلال التعبير عنه بالبهجة والتواضع. وختم الأب الأقدس قائلاً: نعم لعيد الميلاد ونعم لسلام الرب، ولا تنسوا الالتفات إلى مأساة الشعب الأوكراني. تكلم قداسة البابا اليوم على بعض الوسائل المساعدة في التمييز. أول وسيلة مساعدة ولا غنى عنها هي المقارنة مع كلمة الله وتعليم الكنيسة، إنها تساعدنا على أن نفهم ما يتحرك في قلبنا، وتعلمنا أن نتعرف على صوت الله وأن نميزه عن الأصوات الأخرى. بالنسبة للمؤمن، كلمة الله ليست مجرد نص يقرأ، بل هي حضور الله الحي، وهي عمل الروح القدس فينا الذي يعزي ويعلم ويعطي النور والقوة والراحة وطعم الحياة. إنها مثل علاقة عاطفية مع الكتاب المقدس، وتحملنا على أن نعيش علاقة عاطفية مع الرب يسوع. وهذه وسيلة مساعدة أخرى لا غنى عنها، فالصداقة معه لها قدرة على أن تغير قلبنا. عندما نختبر هذه العلاقة يذوب قلبنا وتسقط الشكوك والمخاوف ومشاعر عدم الاستحقاق. وهنا نصل إلى وسيلة مساعدة أخرى، وهي عطية الروح القدس الحاضر فينا، والذي يعلمنا ويحيي فينا كلمة الله التي نقرأها، ويقترح علينا معاني جديدة، ويفتح لنا أبوابا كانت تبدو لنا مغلقة، وطرقا في الحياة لم يكن فيها من قبل سوى ظلمة واضطراب. الروح القدس هو التمييز العامل فينا، وهو حضور الله فينا. التمييز يساعدني لأتعرف على الخلاص الذي صنعه الرب يسوع في حياتي، ويذكرني أني لست وحيدا أبدا. مع كل هذا يجب ألا نخاف. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني المسيحيين في الأردن والعالم بالأعياد المجيدة. وشدد جلالته خلال لقائه رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات مسيحية في قصر الحسينية بعمان بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، على أن حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ديني وتاريخي. من جهته عرب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن تقديره لجلالة الملك على مواقفه الراسخة في تعزيز مبادئ السلام والوئام بين الأديان والعيش المشترك والدفاع عن المقدسات ودعم الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. وبدوره أكد غبطة البطريرك بير باتيس باتسابا على بطريرك القدس للاتين على أهمية دور الأردن في تعزيز الحوار الديني ونشر القيم الإنسانية النبيلة. شاركت جلالة الملكة رانيا العبد الله أهالي الفحيص بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد. وكان في استقبال جلالتها عند الوصول سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس، وسيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والمسؤولين وجمع كبير من المواطنين.
وقد تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على الاحتفال، وتجولت في حارة الرواق ومعرض الفنون وسوق عيد الميلاد. في مدينة القدس أطلق غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث احتفالات أعياد الميلاد المجيد وإضاءة شجرة الميلاد وسط حضور شعبي مهيب وفقرات ميلادية مبهجة. وقال غبطته في كلمة من أمام شرفة فندق الإمبيريال بحضور رؤساء الكنائس وممثليهم وشخصيات دينية ورسمية: إننا نبارك بإضاءة هذه الشجرة وندعو الله أن يسطع نورها حتى يعمنا السلام والعدل والمصالحة. أقامت شبيبة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية حفل عيد الميلاد للأطفال في قاعة الرعية بحضور ومباركة سيادة المطران خريستوفوروس عطلة الذي حدث الأطفال عن محبة الرب يسوع لهم عندما قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. حضر الحفلة الإرشمندريت خريستوفوروس والأيكونوموس دبور والأيكونوموس طاشمان، حيث قامت مجموعة كشافة ومرشدات الكنيسة باستقبال سيادة المطران على أنغام الموسيقى الكشفية. شمل الحفل عرضاً فنياً وتوزيع الهدايا على الأطفال الحاضرين. وفي غمرة استعداد كنيسة مار شربل بعمان لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، رعى سعادة السفير البرازيلي في الأردن وبحضور الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة حفل افتتاح البازار الخيري الذي نظمته رعية مار شربل في المملكة. واشتمل البازار الذي حضره جمع من أبناء الرعية على معروضات متنوعة وأشغال يدوية وهدايا وحلويات خاصة بعيد الميلاد المجيد. احتفالاً بالأعياد الميلادية المجيدة عقد في كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها لقاء لاتحاد الرهبنيات في الأردن، وقد استهل اللقاء بصلاة الصباح مع الأخوات الراهبات. وبعد أن رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالحضور، ألقى قدس الآب سامر مدانات راعي الكنيسة محاضرة بيّن فيها مدى أهمية نعم السيدة العذراء في عقيدة التجسد. وتكلل اللقاء بالاحتفال بالذبيحة الإلهية التي ترأسها الأب مدانات مع الأب رشيد مستريح المرشد الروحي للاتحاد، حيث رفع الجميع الصلوات والتضرعات بأن ينعم الرب عليهم بالنعم التي يحتاجونها. وقد تقدم الجميع من سر التوبة مع الكاهنين سلام حداد وعلاء بعير. وفي ختام الاحتفال تقاسم الجميع لقمة المحبة في جو مفعم من الفرح. أحياه ابن الشبيبة السيد أرتين بوليديان الذي أدخل السرور والبهجة في قلوب الحاضرين. أبونا سمر مدينات كلمنا اليوم عن موضوع مهم جدا وشيق جدا، اللي هو عن نعم ونعم مريم العذراء اللي اكتشفتها. ففي نهاية اللقاء شكرنا أبونا، ونفس الوقت شكرنا كل الأشخاص اللي ساهموا في إنجاح هذا اليوم. شكر لنورسات، شكر لأبونا اللي فتحنا قلبه، فتحنا كنيسته، فتحنا القاعة. شكر لكل شخص ساهم في إنجاح هذا النهار. لقاء اليوم مع الرهبانيات في رعية القديس بولس الرسول في الجبيهة كان عن نعم سيدتنا مريم العذراء في التجسد ودورها في تجسد العمل الخلاصي في العالم. هي دعوة لكل مسيحي في الكنيسة وخصوصا في الكنيسة المحلية لأن يكون مثل سيدتنا مريم العذراء، أن يجيب على كلمة ربنا، يجيب على دعوة ربنا بالنعم اللي قالتها سيدتنا مريم العذراء، واللي هي امتداد لنعم يسوع، واللي فيها كانت تطابق بين نعم العذراء ونعم سيدنا يسوع المسيح لعمل الله الخلاصي على الأرض. أن يجيب هذا المسيحي بهذه النعم حتى يدخل أيضا ويشارك أيضا في عمل الله الخلاصي في العالم، وبالأخص في هذه الكنيسة المقدسة. إن شاء الله نكون في هاليوم المبارك باجتماعنا باتحاد الرهبانيات عم نعيش النعم اللي جاوبتها سيدتنا مريم العذراء، فكانت أم النعم. إن شاء الله هالنعم كلها تثمر في حياتنا، نزرع الفرح، فرح الميلاد بهالأيام المباركة، أيام تسعية عيد الميلاد، زمن انتظار يقترب فينا لعيد
السلام والطمأنينة والفرح والاستقرار إن شاء الله بحياتنا وحياة جميع الشعوب. كل عام وأنتم جميعا بألف نعمة وخير وسلام وطمأنينة. أضيئت في ساحة كنيسة ومزار سيدة الجبل في عنجرة شجرة عيد الميلاد إذانا باحتفالات عيد الميلاد المجيد. وأشار محافظ عجلون قبلان الشريف إلى القواسم المشتركة التي تجمع المسيحيين والمسلمين في الأردن، والتي تشكل أرضية صلبة للالتقاء بين الأديان واحترام الآخر. ومن جهته دعا الأب يوسف فرانسيس راعي الكنيسة أن يعم السلام وأن ينعم الأردن بالاستقرار والأمان في ظل الراية والقيادة الهاشمية. وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من المسؤولين والنواب، أحيت المرنمة الدكتورة هبة عباسي أمسية تراتيل ميلادية في جو مليء بالفرح والبهجة. مجوس ورعيان وزين والمكان تمشت بالأعالي يسوع الإنسان. مجوس ورعيان وزين والمكان تمشت بالأعالي يسوع الإنسان. هلل هلل هلل. النهاردة ضعنا الشجرة أول مرة نعملها بهاي الاحتفال الكبير، أكيد كل هاي في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. النهاردة كان عندنا بلشنا مراسم الافتتاح بأمسية تراتيل قدمتها المرنمة هبة عباسي، وكان معنا حضور سعادة النائب وائل رزوق والنائب فريد حداد، وكمان عطوفة محافظ عجلون مدير رئيس البلدية عجلون والقيادات الأمنية في محافظة عجلون. الأجواء أجواء فرح، زي دايما عيد الميلاد هو دايما عيد بيجيب فرح وسلام، وهي رسالة بيقدمها عيد الميلاد وضعة الشجرة إنه إحنا نعيش في سلام، وده اللي إحنا بنتمناه لكل الأردن إنه يظل دايما في سلام وفي محبة وخير. كما احتفلت وزارة الشباب بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في مدينة الحسين للشباب بعمان بحضور الوزير محمد النابلسي وقدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش والنائبين مجد اليعقوب وهيثم زيدين وعددا من أعضاء مجلس المحافظة ورواد المدينة الرياضية. اشتملت فعاليات الحفل على عزف لموسيقات القوات المسلحة وعرضا لمجموعة كشافة ومرشدات كنيسة القديس نيقلاوس للروم الأرثوذكس وجوقة ينبوع المحبة. بحضور أكثر من 4000 شخص أقيم ولأول مرة في دير السلزيان ببيت لحم مهرجان قرية الميلاد بالتعاون مع بلدية المدينة وبمشاركة عدد من الفعاليات المتنوعة التي اشتملت على عروض موسيقية وبرامج ترفيهية وأغاني وتراتيل من وحي الميلاد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة. ضوي بالليالي سعيدي يا نجمي بيت قريب جاي من دني بعيد تتلج عاها الكون طيب. تتحقق فرحة الأطفال بالميلاد عند رسم الفرحة على وجوههم وزرع محبة الميلاد بقلوبهم. تتلج أشعاره سلام. وقد أقيم في دير السلزيان في بيت لحم قرية ومهرجان الميلاد، وذلك ضمن برنامج الاحتفالات الميلادية التي استمرت على مدى 3 أيام متتالية بالتعاون مع بلدية بيت لحم ودير وكشافة السلزيان. احتوت قرية الميلاد على عدة فعاليات منها الأكشاك المتنوعة من هدايا وألعاب ومأكولات وحلويات وعروض سانتا وألعاب متنوعة للأطفال وعروض موسيقية ميلادية ومعزوفات وأغاني وتراتيل من فرق متنوعة وزوايا تصوير في بيت سانتا وفعاليات فنية ثقافية وترفيهية وأيضاً عروض بهلوانية وفعاليات حية نالت إعجاب الحضور الذي تجاوز عددهم 4500 زائر. برحب فيكم في قرية الميلاد الأولى اللي تسوت في معهد السلزيان.
أجت الفكرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وخوارنة دير السليزيان. حبوا أنهم يجمعوا أطفال مدينة بيت لحم في موقع معين اللي هو دير السليزيان، البناية القديمة المبنية في المنطقة من عام 1886. حاولوا أنه يوفروا فعاليات للأطفال من خلال إعطائهم الهدايا، إعطائهم أجواء الميلاد وروح الميلاد، نشرها بين الأطفال. بيت لحم تعتبر عاصمة الميلاد في العالم، هذه العاصمة تستحق احتفالات عديدة. اليوم نحن نحتفل في مكان تاريخي مهم جدا لنا في بيت لحم، هي مؤسسة السليزيان. هذا الموقع الذي بدأ من بيت صغير في النهاية هناك لدار البطارسة وأصبحت مدرسة ودير ومخبز وعدة نشاطات. السنة هذه نحن عمالنا بنشهد في الساحة فرحة عظيمة لاحتفال عيد الميلاد لوجود أبناء وبنات هذه المحافظة، وهو فرح لأطفالنا ولأهالينا. هذه السنة فكرنا نعمل إشي خاص أساس الناس يحتفل بعيد ميلاد المسيح بجو خاص، بجو يعني سلام، محبة، تفاهم، لأنه هذا المكان مكان مقدس، ولذلك احنا نحب ان كل الناس يقدر يشترك بهدوء بدون خوف لأنه في داخل أسوار الدير. هنا قرية الميلاد التي أدخلت الفرحة للصغير والكبير بجو عائلي بزمن المجيء، هي فرحة العيد، فرحة قلوب تنتظر ميلاد الطفل يسوع بكل حب، فرحة الزمن الذي ينتظره العالم أجمع، فرحة ميلاد الطفل يسوع بمغارة المهد. للنورسات مارلين الحدوة من قرية الميلاد في دير السليزيان بيت لحم. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في المملكة بعد حادثة استشهاد عدد من مرتبات الأمن العام خلال تنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية بمعان. وقال المجلس في بيان صادر: اتخذنا قراراً بإلغاء كافة الاحتفالات بهذه المناسبة والاقتصار على الشعائر الدينية في الكنائس تضامناً مع الوطني وجهاز الأمن العامي وعائلاتنا المحزونين الذين قدموا أبناءهم الأحرار شهداء رووا بدمائهم الطاهرة ثرى أردننا المبارك. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأصدق مشاعر العزاء لذوي الشهداء، كما ندعو الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى المصابين من أفراد الأمن العام، راجين الله أن يحفظ أردننا الغالي في ظل قيادته الهاشمية المظفرة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان دور المرأة في قصة الميلاد، حيث استضاف البرنامج الناشطة الاجتماعية السيدة ميري حتر التي أكدت أن المرأة هي شريكة الله في رعاية الخلق، وأن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية وتشاركية مبنية على المحبة والثقة والاحترام. فإلى هنا حلقتنا اليوم عن المرأة وقصة الميلاد. في قصة الميلاد كنا نتحدث وإحنا خارج الهواء عن المرأة كمفهوم عام للمرأة، كيف تشوه هذا المفهوم وكيف نسب هذا التشوه إنه من الكتاب المقدس. في كتير من الآيات الإنجيل الكتاب المقدس في بعض المفردات أو بعض الآيات ناس عم تأخذ فكرة إنه هي شوي مشحفة بحق المرأة وإنها هي عم تعمل لها منزلة دونية عن منزلة الرجل، وخصها وخص الرجل بمنزلة أكبر من منزلة المرأة. ولكن الآباء القديسين وآباء الكهنة المطلعين طبعا ضد هذا الفكر اللي فيه التمييز ما بين مكانة المرأة الكتاب المقدس وكيف أرادها الله
وما بين نظرة المجتمع للمرأة، النظرة الدونية أنها هي أقل منزلة أو منزلة أخرى عن الرجل. فعم بتشوفي هذا اللغط ما بين نظرة المجتمع ونظرة الكنيسة؟ أولا اسمحي لي دكتورة أحيي كل النساء، أحيي كل الأمهات، يعني كل نساء الوطن، كل النساء اللي هم، يعني أنا أعتبر المرأة هي شريكة الله المجلى اسمه في عملية الخلق، فلو لم تكن المرأة لما كان الجنس البشري من الأصل. فسبحانه وتعالى عندما اختار المرأة، يعني حتى يعني في قول أذكره إنه الله المجلى اسمه عندما خلق العالم شاف إنه تمنى أن تكون له أم، لما في الأمومة من عظمة، لما فيها من رسالة. فالأم هي يعني كما حكينا أنه شريكة الله في الخلق، فهذه اللي تحمل أسرار الوجود البشري، التي تحمل المحبة. يعني أحيانا يقولون المرأة كائن ضعيف، لا، هي قوتها اللي منحتها هذا السر. يعني لو كانت يعني ما تمر به المرأة من الحمل والولادة والمخاض والتحديات وداخل الأسرة والتربية، هذا يحتاج إلى طابور من النساء والرجال حتى أنهم يقوموا بهذا الدور. فكيف نقول المرأة هي مركز ضعف؟ طبعا أنت مثل ما ذكرتي عندنا متابعين من أستراليا، وعندنا متابعين من ليبيا ومن الدول العربية المختلفة، برسلوا تحياتهم و أيضا إشادتهم في الكلام التي تم سماع المستمع اللي استمعوا إليه. طبعا نحن كنا نتحدث عن المرأة ودورها في الكنيسة، المرأة الحاضرة في الكنيسة، المرأة الشريكة في الفداء وعملية الخلاص. عندما نتحدث عن المرأة الأم اللي خلفت وأنجبت وربت وتعبت وتألمت، إن كان الألم من الفقد، الألم من المرض، الألم من المعاناة، من الفقر، من التشرد، من التهجير، من الغربة، من الاغتراب، هذا كله ألام تعرضت له أيضا مريم العذراء. فنحن إحنا نمشي ونسير دائما في على خطى مريم العذراء في حياتها. لما منقول أخ يا وجعي، منقول مريم العذراء توجعت، أخ يا أنا بمهاجر مهجرة، مريم العذراء تهجرت أيضا وخافت وأخذت طفلها هي ويوسف وهاجروا وتشردوا في البراري مشيا حتى وصلت لمصر، وهناك ما نعرفش، مش مذكور بالكتاب المقدس كم سنة قعدت في مصر عبين ما مات هيرودس والطاغية ورجعت للناصرة. وأيضا مريم العذراء ضاع ابنها، فقدت ابنها بالهيكل في القدس لمدة 3 أيام وهي متألمة من الفقد حتى لقته. مريم العذراء تألمت عندما صلب يسوع المسيح، تألمت عندما كان يروح ويعلم في البراري والتلاميذ، وكانت دائما تخاف عليه لما بيرجع، تخاف عليه من اليهود، تخاف عليه من الفريسيين لأنهم كانوا دائما بدوروا عليه، بدهم ينتقصوا، بدهم دائما عندها خوف كان على يسوع المسيح، لكنها مؤمنة بالرسالة التي جاء فيها السيد المسيح ولرسالة الخلاص، وكانت تحفظ كل شيء في قلبها. مريم العذراء لما صعد يسوع إلى السماء هي اللي لمت الرسل وكانت دائما على تواصل معهم، كانت أم لإلهم. عشان هيك كمان برقاد السيدة العذراء طلبت كل التلاميذ يكونوا حواليها، واستجاب بطريقة عجبية زي ما بقول عجائبية، لأنه التموا والتأموا القديسين الرسل الأوائل لعند رقادها. فعانت، فعندما نعاني وعندما نتعرض لضغوطات، المرأة تتشبه بالمريم العذراء لكي تلقي العزاء، أن مريم العذراء لاقت هذا الألم وشعرت في هذا الألم. فكوني امرأة، ما تخجلي من كونك امرأة، وأنت كرامتك محفوظة، أنت اللي بتقدر تحافظي. المرأة هي اللي تحافظ على كرامتها، هي اللي بتعطي لنفسها قيمة، ما تأخذ القيمة من الغير. إذا أنت أعطيتي قيمة لنفسك
الغير بيطلعوا على هذه القيمة المعطاية من نفسك أولا، فأعطي نفسك القيمة وأعطي نفسك الكرامة أولا، رح تجديها في عيون الآخرين. لكن لما أنت بتحطي نفسك بصورة دونية وتطلعي على حالك أنك أنت أقل من الرجل، أقل من الجميع، هون الناس والرجل يتطلع عليك وينظر إليك أنك أنت أقل. فكوني قوية، كوني أنت امرأة مثل ما أرادها الله، مثل ما خلقك الله كمان على صورته ومثاله. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يدعو المؤمنين إلى الاحتفال بعيد الميلاد بتواضع. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يعلن إلغاء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في المملكة. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يطلق احتفالات القدس بعيد الميلاد. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير.